قوم يا نايم قوم، الديون ما بتدوم. يا جماعة الخير، حاليا الساعة كثير، يعني الساعة ما بعرف قديش بس كثير، يعني بالليل. بالليل كثير صح؟ الساعة 1:07. طيب رايحين على مخيم بإذن الله، راح نفرح قلبهم. كيف؟ تابعونا. المدير كيف حالك؟ نحن آسفين أول مرة بيجي حدا هيك بهالوقت صح؟ إي والله. طيب بدنا ندلنا على السمان وترك الباقي علينا. على راس وين بيت السمان؟ هون نمرق من هون لعندك. اسمي عاطف، شو اخبارك؟ والله وجهك بشوش. هذا راسي. حجي انت عندك بقاليه هون صح؟ طب بيني وبينك، احنا جينا نشيك على دفتر الديون، وبدنا بهالليل يعني نسدد الديون باذن الله. الناس الله يجزيكم خير يا رب. موافق ولا بترجع تنام؟ الله يجزيكم خير. ورجينا مين عليه دين مثلا هيك حدين. طبشه 47. يا عمي هاي الدفتر نحن اشترينا بيتنا على راسي يا عم. طيب 33 عائلة من أصل 89 عائلة بالمخيم، بيبقى 56 عائلة دول ما مدينين من عندك، راح ينزعجوا بكرة الصبح أو هلأ لما نخبرهم. أكيد إنه هنا ليش ما مدينين؟ راح يصير حساسية صح؟ فنحن شو فكرنا؟ راح نحط لكل شخص بالمخيم ما دفعنا له الدين 20 دولار مقدم. يعني بتجيب انت بضاعه هن بيكون لهم عندك مبلغ رصيد. كيفك فكره الفكره؟ بارك الله فيكم. الله يقبل منكم. امبارح كنت نايم مهموم واليوم ما عاد في ديون.